صباح الرزق يا نعيم. صباح الفل يا جعفر. اخبار تحصيل الاسبوع ده ايه؟ هقفل النهارده واخر اليوم هعرفك. طب الوايم كده ايه، زي الاسبوع اللي فات ولا احسن؟ هقفل وهطمنك يا جعفر، ما تقلقش، خير باذن الله. خير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قصدك كلمتين يا معلم جعفر. ها؟ اكيد انت عرفت ان شوقي خارج قريب. واعرف منين؟ نزلوها صفحه اولى في الاهرام. شوقي لما يخرج اكيد هيبقى شايل من اللي حصل زمان، وممكن لما يخرج يحصل مشاكل. مشاكل؟ مشاكل مع مين؟ انت فاهمني كويس قوي يا معلم جعفر، وكفايه اللي حصل قوي زمان. انا جاي لك ومدد ايدي علشان نتصالح. مشاكل ونتصالح، ترفع مطلع اغنيه. طب اشهدك انت يا نعيم. شاهدنا على ايه؟ انا لو شهدت ابقى في صفه حتى لو في البطل. صلى على النبي واسمع الكلمتين دول يا حماده، عشان فيهم ولا مؤاخذه الشفا. وحياه دلال بنتك اللي انت عارف معزتها عندي قد ايه. خروج ابنك شوقي من السجن زي وجوده فيه بالظبط، في الحالتين ولا يفرق معايا. اخره ايه؟ زي كاري يقعد يحاسبن عليا ليل ونهار ويشكي للي رايح واللي جاي. اه صحيح، بمناسبة الواد كان سيرته جت في الكلام. الواد بقى عصبي قوي اليومين دول يا حماده، يبقى حلل له سكر. هو فعلا بقى عصبي جدا، عندك حق يا معلم جعفر، صحيح ما تحلل له سكر. الحاجه الثانيه، ازاي يا حماده قلبك جابك تجي لحد قدامي هنا تطلب الصلح، وانت عارف وانا عارف ان انتوا اللي مأجرين بلال شام عشان يعمل اللي عمله؟ قلت لك بدل المره 1000 ان احنا مالناش دعوه بالموضوع ده، ولو انت متاكد ان احنا اللي عملنا كده ما كنت سكت علينا السنين دي كلها يا معلم جعفر. فكر في اللي قلته لك مره ثانيه، ان شوقي مش زي كارم، زي انت كده مش زي سيد. وبالمناسبه انا جيت لك هنا عشان مش عايزين يبقى في دم تاني. ما هو لو في دم اصلا عمرك ما تيجي تقف الوقفه دي يا حماده فتح الله. حماده، قول الراجل بتاع اليوفا تحت كلمه مجوهرات حماده فتح الله يكتب لك بالمذهب. سبحان من خلق الذهب غالي واللي بيبيعه رخيص. حلو، هتشد الناس وبيع حلو. حماده بقول برضو الراجل بتاع اليوفا بنفس المذهب يحط تحت رخيص خط للتاكيد. أو يحط رخيص بين قوسين.